المغاربة معروفين بالقناوة باغ اكزومبل، ولا الجزائريين معروفين بالراي، والموسيقى التونسية ما حد ما يعرفها معناها. لي بروجي اللي عملتهم قبل يوم بارجو حلفاويين وشوية عندهم حاجة تربطهم، اللي هما الغشيرش في الموسيقى تراديسيونيل وفي الموسيقى بوبولير، و سورتو لا ميموار نتاعي انا نتاع الارتيست. بروجي هذا جديد عنده علاقة بالموسيقى التونيزيان، ماهوش معناها ماهوش في التراديسيونيل والبوبولير، اما اكثر في الموسيقى كلاسيك تونيزيان اللي احنا نسميوها مالوف، ولا سورتو الموسيقى نتاع لي زاني 20، موسيقى جويف. ريبيتك وانا اول مره سمعت، كنت في بروجي مع لي فرير ثابت، شو تومبي امور ديريكت بالموسيقى فريمون. ريبيتك هو زاد موسيقى تخلقت في لي زاني 20 في الغريس، وعندها برشا خصوصيات كيما اللي عندنا نحن في الموسيقى نتاع لا ميم ايبوك. المقامات عندنا نحن والمقامات عندهم هما، اخترنا دي مورسو اللي هما يكونوا من نفس المقام، وكيفاش يتلعب لهنا وكيفاش يتلعب لهنا، تلمو كيما بعضهم تلمو يتشابهوا لبعضهم. ديكو انا وليت نغني غريك وهم وليوا يغنوا بالعربي وشيخ. Presque tous mes projets sont passés par la rue. معناها نلقى راحتي معاهم، ناس يعرفوا يخدموا يفهموك يعاونوك باش توصل الفكره نتاعك، وصافي بليزير. عينيا ما تسالش طبيب.